السلام عليكم موعد مباراة المنتخب الجزائري والمنتخب الغيني القادمة في الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل المنتخب الجزائري المركز الأول في ترتيب المجموعة السابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة لكأس العالم برصيد ست نقاط ويحتل المنتخب الغيني المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وسيحتضن ملعب نيلسون مانديلا لقاء الجزائر وغينيو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم الخميس 6 يونيو 2024 في حدود الساعة من مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله ومن المرتقب نقل هذه المواجهة على قناة الجزائرية الأولى